ينطلق منتدى ريادة الأعمال المستدامة 2023 في أبوظبي اليوم ويستمر غدا الخميس تحت شعار النمو الإيجابي للطبيعة استجابة للأزمات العالمية الملحة وضرورة لمعالجة قضايا تغير المناخ وفقدان الطبيعة. ويسعى المنتدى لاستكشاف سبل تعزيز استجابة الشركات والأسواق للأزمات بطرق أكثر فاعلية. ويأتي المنتدى بالتزامن مع العام الإماراتي للاستدامة ومؤتمر الأطراف COP28 والذي تستضيفه الإمارات في نوفمبر المقبل. ويستقطب المنتدى نحو 200 موفد من بينهم قادة الصناعة والخبراء والمؤثرون، كما يوفر منصة ديناميكية لقادة الفكر للمساهمة بخبراتهم والمشاركة في حوار هادف وتشكيل مستقبل لممارسات الأعمال المستدامة والابتكار والإفصاح. تنضم إلينا مراسلة القاهرة الإخبارية هدير صبري من أبو ظبي. هدير، أهلا بك. هناك ربما أهداف كثيرة في هذا المنتدى يسعى إلى تحقيقها، خاصة في ظل ما تستعد له الإمارات في استقبال COP28. مرحبا بك يا عبيد، مرحبا بالساده المشاهدين. بالفعل كنت ذكرت ان هذا العام هو عام الاستدامه، فهناك جهود مبذوله من كافه القطاعات داخل دوله الامارات وايضا من هيئه البيئه بابو ظبي، حيث هي الراعي الرسمي لهذا المنتدى لهذا العام. طبعا الجميع بيتحدث عن كيفيه النجاه من التغيرات المناخيه التي تحدث على ارض الواقع في كافه دول العالم، وبالتالي طبعا يعني الكوب هو خير شاهد ودليل الفتره القادمه على تقديم كل ما هو جديد وكل السبل المتعلقه بحمايه البيئه من التغيرات المناخيه التي يشهدها العالم. في هذا المنتدى الجميع تحدث عن فكرة الشراكات وأيضا النهوض بالبيئة الإيجابية، وهو شعار المنتدى لهذا العام، هو نحو بيئة إيجابية وطبيعة إيجابية. إشارة طبعا من كل القائمين على هذا المنتدى هو يعني تسهيل كافة الإجراءات وأيضا الضخ بأموال طائلة طبعا لحماية البيئة من التغيرات المناخية التي تحدث في كافة أرجاء العالم. يعني كنا نتحدث منذ قليل عن ورش العمل، فهناك ورش عمل ستقام على هامش هذا المنتدى، الجميع بيطرح كل ما لديه على طاولة النقاش لطبعا الحد من التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة بقدر كافي من التحول الذي يحدث في العالم الخاص بالمناخ. كان هناك جلسة صباحية صباح اليوم، الجميع تحدث عن فكرة التغير المناخي وأيضا كيفية الحفاظ على البيئة، وهناك أيضا دعم مقدم من كافة الحاضرين بضخ عدة أموال وشراكات اقتصادية للحفاظ على البيئة وأيضا يعني الحفاظ على التغيرات التي تحدث. أشكرك شكرا جزيلا هدير صبري، زميلة هدير صبري، على كل هذه المعلومات. كنت معنا من أبوظبي، شكرا جزيلا لك.